اتجوزت رئيسها في الشغل؟ لا، دي تبقى بنت بتلعب بالبيضة والحجر. لكن ارجع اقول ايه، انت الحق عليك اللي طلعتها بالسهل. يعني ايه طلعتها بالسهل؟ كنت عايزاني اعمل ايه بعد اللي شفته بعيني؟ واحد غيرك كان يطلب اي مبلغ هو عاوزه وياخده. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ده اللي عنده شقة وبيسيبها بياخد فيها خلو ورجل زي ما هو عاوز، انما انت سبت له مراتك وده راجل غني. فلوس الدنيا كلها، ما تداويش الجرح اللي جرحتهولي. لكن معلش معلش يا بابا.